شاركت مملكة البحرين العالم الإسلامي الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث اكتظت مصليات العيد المنتشرة في أرجاء المملكة بالمواطنين والمقيمين لأداء صلاة العيد. ويعد عيد الأضحى المبارك مناسبة جليلة تنتظرها مملكة البحرين والعالم الإسلامي بالشوق، نظرا لما تحمله من مكانة في نفوس المسلمين لارتباطها بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام. ويستغل المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين هذه المناسبة المباركة لتعميق الترابط بين أفراد المجتمع واستمرار التواصل فيما بينهم من خلال الزيارات واللقاءات لتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في مشهد يعكس مدى ترابط الشعب البحريني ووحدته.